في الختام، مرة أخرى هنيئوا السادة وأصحاب الدوائر الذين أحيوا على التفاؤل، أهنئهم مرة أخرى على المسار المهني الذي قرروا على مستوى الجماعة المحلية، وهنئوا السادة وأصحاب الدوائر الذين تم إبقاؤهم على المستوى الدوائري، وأرحب بالسيدات والسادة وأصحاب الدوائر علما أنني أنتظر الكثير منهم والكثير من الميدان، والفاصل هو الميدان. إذا مرة أخرى شكرا للجميع على حضور هذا الحفل التنسيق.